تمام. أرجو طيب إن الموقع واسم الصفحة ينزلوا يا جماعة بعد إذنكم. وفي ناس كتير جدا بتشيد بالموضوع بتاع التعليم الفني ده، لأن هو طبعا الناس بتتكلم من وجهة نظر إنه هيلاقوا شغل وإن هنقضي على البطالة. خليني أضيف لحضراتكم إن قضاء على البطالة يعني قضاء على إرهاب، طبعا يعني بناء شخصية قوية صعب جدا، مستحيل تستقطب. ده التكامل اللي أنا بتكلم ده عنه. ملفات تانية مهمة جدا بنتكلم فيه، بالظبط. طبعا رفع الحالة الاقتصادية بالنسبة للبلد. بس سؤال سريع كده، هتدخلي ابنك تعليم فني؟ والله لو التعليم الفني هيخليه حد يعني عنده مثلا يعني زي ما احنا بنشوف كده في تايلاند وفي ماليزيا وكده، جدا برافو عليك. اذا حب كده ده اللي لا انا عايزين يكون. نغيره مها الفترة اللي جاية، ان احنا كل ولادنا، ايه المشكلة لو هو عنده موهبة معينة او هو عايز يخش لو حاجة هينمي معينة؟ الموهبة دي يدخل طبعا في التعليم الفني. مستشارين بيشتغلوا في مصر يا مها من دولهم، هم فنيين في ولادهم بس بقى مستشارين عندهم. يعني اذا ابنك ده ممكن يحترف ويروح دول كتير، وده زمان كان بيحصل. كان يعني بيحصل. عندنا كتير الفنيين بتوعنا كانوا محترفين في دول كتير، بيروحوا بياخدوهم، وبياخدوهم في المانيا على فكره، بياخدوهم في فار ايست، وبياخدوهم في الدول العربيه. بس احنا اللي بعدنا كتير في التطوير للتعليم الفني، فتاخرنا كتير. حتى المعلم بتاعنا، فيك مش المعلم بتاعنا كان محترف، كان الدول العربيه دايما بتطلبه لان هو معلم شاطر جدا. عايزين نرتقي بمستواه الفتره اللي جايه، وده بيحصل الصراحه في معرفش الوطن ده دول يا استاذ التعليم. احمد ده لا كان مقصود يعني القضاء او محاوله القضاء على هويه الطالب وهويه المعلم وبالتالي الهويه المصريه بشكل عام، هل ده كان مقصود فعلا؟ عشان بصرف انا النظر عن بقول لك القصد من عدمه، ولكن يعني تدهورت طبعا المنظومه متدهور لا التعليميه وبدات، بشكل غير عادي واحنا ساعدنا وممهد فيها. ما واحنا خلينا نقول ساعد. يعني المدام اللي كانت بتتكلم، انا اسف مش متذكر الاسم، وقتها درست في مدارس حكوميه، مدام فريال. مدام فريال، بس هو بيتها اكيد ربها ده، يعني والدها ووالدتها حببوها في العلم، حببوها في المعرفه. يعني واضح ان قاعده متابعه ولسه عايزه تشوف، ممكن يكون ده مش موضوعها خالص دلوقتي، كل ولادها كبروا وخرجوا من التعليم، بالظبط. هي اللي لسه مطلعه. ده دور البيت معانا، ما برضو مش كل الدور هيبقى المدرسه. والدي الله يرحمه وامي علموني ان انا ابحث عن العلم، يعني انا ادور على المعرفه، حتى المعرفه دي رياضيه على فكره، المعرفه دي الدوري اخباره ايه، ان انا بس انا ابحث عن المعلومات دايما، حتى المعرفه دي فنيه. خلي بالك هما بيسيبوا دلوقتي الولاد قدام التلفزيون او على الموبايل او وسائل التواصل وخلاص ويسيبوهم كده، وكل همهم ان هم يودوا مدارس غاليه جدا جدا علشان يقولوا ان احنا ودينا، انما انت بتاخد الواجهه اهتمامات. الاجتماعيه برضو مؤثره علينا دي تاثر يا كبير جدا. جماعه يعني عيب نعمل حاجه زي كده، يعني نبطل نضحك الناس علينا. التصرفات الاهالي دي بتعملها لازم تبقى فاهم ابنك بيحصل له ايه اتكلم معاه، اتكلم معاه صحيح. يعني اسمعه. انت خلينا نعترف عندكش ان الحاله الاقتصاديه ممكن تخلي الاب والام دلوقتي بيشتغلوا انشغلوا شويه، بس لازم تفضي يا نفسك على فندم؟ لا، الاقل الحاله الاقتصاديه ساعتين. طول عمرها كانت طبعا فيها ساعتين بس مشاكل لاولادك، يعني وطول ما عمرهم كانوا بيتكلموا لان انت معايا على بتتعب عشانهم، يعني انت بتجري انت والوالده طول الوقت عشان تجيب فلوس عشانهم. طب ما بالظبط. عشانهم دي انت مش قاعد معاهم، وفي الاخر فدي مهمه بنرجع جدا. نشتكي بقى من حاجات يعني بلاش نتكلم فيها النهارده يعني. طيب في ناس كانت بتسأل هل هيبقى في تغيير او تطوير في الشعب علمي وادبي والكلام ده؟ مش تغيير، انا كان عندنا ادبي وعلم رياضه وعلم علوم. اللي هلتحق باولى ثانوي والسنه اللي جايه ان شاء الله اللي هو 22 سبتمبر ده، في علمي وفي ادبي، مفيش علم رياضه مفيش علم علوم زي زمان. يعني دي برضه فلسفه ما كناش فاهمينها، يعني مش عارفه مش يعني معنى اللي داخل كليه هندسه ما يدرس احياء لازم ياخد مخرج علمي معين عشان يبقى مؤهل، سواء يخش هندسه ولا طب ولا يخش اداب ايا كان الكليه. ففي ادبي وفي علمي، ده التغيير اللي حصل. بس الفكه اللي كانت حاصله دي من ادبي، من علم رياضه وعلم علوم، لا بقى علمي فقط. طيب هو ده برضو بياخدني لسؤال استاذ احمد، ان من ناحيه تطوير المناهج اللي حضرتك كلمتني عليها في الاول خالص، الخاصه ب خلينا نتكلم مثلا بثانويه عامه اللي بتؤدي ان احنا بندخل الجامعه. تمام. طيب ليه الطالب لما بيكون في ثانويه عامه ممكن يبقى شاطر جدا يدخل الجامعه تلاقيه؟ خليني اصلح حاجتين بس، هو مفيش تطوير مناهج حصل في ثانويه عامه، هو نفس المناهج ونفس كل حاجه، هو التغيير في التقييم بس. ليه حاجه بتقولي بيخش يتخض؟ او الدكتور خالد غفار وزير التعليم العالي، فاجئنا بمجموعه احصائيات في مؤتمر الشباب الاخير، ما هو ده بقى اللي انا ان 20% من اللي هم متفوقين 95% 100% بيصعد اول سنه. حقيقي. و22% لو انا متذكر الاحصائيات صح 22% بيصعد بمواد بمادتين لثاني سنه. ايوه، عشان هو نسبه كبيره ما بيعرفوش يكتبوا، عندهم غلطات املائيه خارجين جامعه. كلنا بنشوف ده. عشان احنا فقدنا برضو حاجه مهمه جدا، احنا فقدنا اللغه العربيه. يعني اللغة العربية بقى، اللغة العربية دي اللي احنا بنحاول نأسسها مرة تانية ونحاول نشتغل عليها في المنظومة الجديدة طبعا ان شاء الله بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال أولى ابتدائي. احنا فقدنا اللغة تماما كتابة وقراءة، يعني كان ممكن يطلع من خمسة ابتدائي وستة ابتدائي وأولى إعدادي ما بعرفش يكتب ويقرأ، فدي مهمة جدا. واللغة العربية دي بتفقد حاجات كتير معاها،
الهويه والمواطنه، وده حاجات كتير بنفقدها واحنا مش حاسين، كل ده عاملين نفقده واحنا ماشيين ومش عارفين. ما احنا حطينا بقى مواد في المجموع وماده بره المجموع، والتربيه القوميه دي مش عارف ايه، وده طب ما التربيه القوميه كل درجات يا مها، لو تلاحظي ان كل التصنيفه ليها علاقه بالدرجه، تاخد كام درجات عشان تاخد كام عشان تروح فين بالظبط كده، خدت ايه علم ما كانش في الحسابات خالص بتاعتنا. عشان كده بتقولي هو بيفاجئ اول ما يخش الجامعه وبيسقطوا فعلا، هو حفظ المنهج اللي عنده وحفظ الاسئله اللي عنده، والجامعه طبعا ما فيهاش حفظ يعني طبعا. حتى لو منهج فيها حفظ ما بس هو دخل على مجتمع تاني، داخل بمجموعة درجات مش داخل بأي مستوى معرفي تماما. طيب خليني أقول في النهاية إن التعليم يعني هيأدي بعد كده لتأهيل الطالب، يمكن بحلم يعني طبعا. يبقى عندي وانا عارفه ان بالمجهودات دي نقدر نحققه، ان احنا نبقى مثلا ممكن نبقى زي الدول الاوروبيه اللي بتكتفي بهذا النوع من التعليم في بعض المجالات مش كلها، واللي بيدخل الجامعه ده بيكون له مواصفات تانية مش بالكيلو. هو ده اللي أنا يعني طبعا الدول الاوروبيه كلها وامريكا يمكن موضوع الجامعه ده تاني ترشيح بالنسبه لهم، ما بيبقاش اول ترشيح بس الناس هنا ممكن تفهم مش عايز ادخل ناس الجامعه لا خالص لا انا بتكلم على انا عايز ناس تتعلم تخش الجامعه تاخد معرفه وعلم تخش بيها الجامعه، تخش بيها تعليم فني، تخش بيها اللي هي عايزاه بالزبط. بس يبقى الطالب مؤهل، وده اللي بنوعد الناس بيه ان شاء الله 2030 هيكون في اولى ابتدائي السنه دي مع استراتيجيه الدوله ده طالب تاني خالص. 2032 ان شاء الله اللي هيكون في كي جي 1 ده طالب تاني خالص إن شاء الله. بنقول للناس بنوعد احنا بدانا الحمد لله تغيير المنظومه، ولكن ان شاء الله مع الوقت هتلاقي تغيير كتير.